واحد اتنين اتلاقي واحد اتنين هلو هاي خالتو مين عم بمرجحي؟ انا ليلى زوزي هاي بدوني ما صار شيء خربت السياره لو اي سمعتي انكسرت ايه وانتي سمعتي وصورتي ما بتكلف يعني ابو 10000 دولار تعي فيك تصوري بس انتو كم 20000 مره عاملين العمله اللي انا عملتها او ماي جاد ليكو شو ليكو اول مره بنتبه له اه هيدا كله ماما شو هالتاشوا ليكو هون شو صاير كله من فتحة الباب من وقت ما اجت آلين هذا عن جد مين اللي قعد حبيبتي ورا كل ضربة مترخة على فكرة جابتها لحالها لكن في تاريخ شو اي؟ اخذهم لمين؟ لا آلين وجوجو مش بدك شيء؟ لا انا رايح رايحين بدوني؟ اخذهم مشوار صغير ما في شيء مشوار صغير باي 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 انبسطوا باي باي اوكي واخيرا راحوا تمام ليكو لوي اخذهم بالسيارة هن مفكرين حالهم رايحين مشوار بس يلي ما بيعرفوا انه اليوم نحن راح نعمل فيهم اكثر مقلب خرافي ومجنون على القناة تمام؟ كأول شيء لكم انا وين تمام؟ انا هلا حاليا بغرفة جورجيو يلي قصة ما صارت تمام؟ الغرفة هلا يلي باقي فيها هو التخت واليوم قررنا انه نحول هيدا التخت لمسبح يعني انتم متخيلين الموضوع؟ يعني بدنا نشيل الفرشة ونعمل بدل الفرشة مسبح بدون ما يعرفوا بس يجوا المفروض هنن يوقعوا بالمسبح يعني انا كثير متحمسه كل عمري هيك بحب اعمل هيدا المقلب وهلا لزبط انه اعمله اوكي اول شيء رح انزل جيب المسبح يلي جبناه ونحضر كل شيء بما يجي له اي اوكي هيدا هو المسبح اوكي واو كانه كثير صغير يلا يا لؤي اوكي لؤي اسا ما رجع عشان بده يوصلهم ويرجع تنعمل المقلب ما خبرتكم انه انا ولؤي رح نعمل مقلب بجورجيو وبآلين بقلبه عرفتوا شو القصة يعني هلا المفروض انطره تيرجع وننفخ هيدا ونعبي مي ونشيل الفرشة اوه ماي جاد رح نموت قلبي لك اهلا وسهلا لؤي يلا عم بسمع صوت شي عم... من فوق لا في هيك صوت عم يطلع شو قصدك انا هيك لك لا ارجوك بس كرمال المقلب خليك تفوت والله اوكي ليك وهلا الشيء اللي رح نعمله رح نفتح التخت شو اسمه هذا هو هي رح يصير التخت لو يفتحه معي كثير صغير حبيبي جبته على قياس اللي انت طلبتيه يلي رح نعمل اول شيء رح نشيل هاي الفرشة يلا شفتوا ليش كان بدي مساعد شو بدك مساعد بدك عتال طيب وين نروح فيها؟ ماي جاد ما بعرف شي محل اوكي هلا هاي رح نشلفها شي محل ما بعرف وين هالمحل هلا فينا نسند على الحيط نو عادي نو جبنا فرشة جديدة نو حطها بغرفة آلية او بغرفتنا طبعا المفروض نلحق نحط المسبح ونعبيه مي ونسكره على اساس هو الفرشة قبل ما يجوا كل هالشي لازم يصير قبل ما يجوا نحن مبسوطين انه رايحين على اساس انه رايحين بدوننا يعني انه مشوار بعتقد بعد هيدا الفيديو ما بقى يتركونا لحالنا ما تقول ما ساعدتك كيف توه ممتازة هلا المشكلة انه الفرشة لقيناها لحل هدول وين بدنا نحطهم ما بعرف اوكي قررنا كل شيء نحطه بغرفة النوم حتى هي رح نحطها بغرفة النوم عم تقلي انه انا شافتني تعبت فحبت هي تشيلها لهي تفضل لا ما قلت هيك شيء لا ورجيني عضلاتك يلا بس هي لا مو تورجيني هون هون ايوه شفت؟ فكر انه ما فيني شيلها يلا بشوي بس على مهلك ها بعد اشوف حبيبي نحن بننزل على الجيم مو هيك مين انتو؟ صحيح بننزل بالسنة مرة بس انه بتفيد يعني انت على فكرة تعليم نسجل الجيم يعني عاملة اللي عليها الأمانة مدري مين قال لأنه بس سجلتي خلاص بيمشي الحال يعني يلا ضربي الحيطان ضربي ايوه لا والله العظيم انت ضربت اكثر لا بسيطة الله ستر ما في تحتنا عالم ايوه هلا صار كل شيء هون تمام برافو استاذ لؤي برافو خربت التخت لا استاذ ما خربته هلا عم بخربه شوي لك وين بتشيل هدول الثلاثه اوكي اجوا الجيران يتفرجوا على المقلب اللي عم بيصير هلا الجيران هون عم بيشوفوا نحن شو عم نعمل شو بدهم يقولوا علينا عم بحطوا مسبح بغرفتهم مجانين ايه عادي انت مبين انت انا بسالك سؤال انت فكرتي بكل شيء ما طيب فكرتي بشغله كثير كثير مهمه كيف بدنا نفضي المي بعد المسبح لا ما فكرت بعرف يلا آلين
وجورجيو بدي اقول لكم انه عن جد وي ار سو سوري يعني انه بنعمل فيكم هالمقلب، بس حبينا نغير لكم جو شوي تسبحوا بالغرفه بما انه صار شتاء ومطر. تفضل تفضل كمل يا عم كمل. واحد اثنين ثلاثه. اوكي يا جماعه بس لكم بسرعه، هلا المخطط هو انه بعد ما نعبيه للمسبح اوكي بدنا نسكر على اساس ما في شيء، جايبين فرش جديد هن بيجوا هيك من انه تشطحوا هيك. اثنيناتهم مع بعض؟ اثنيناتهم ولا كل واحد ما بعرف، المهم بنخليهم هيك يعملوا فش دش تعبى الدنيا مي طالعين تشتغل بعدين. يلي صار هلا تمام انه لؤي نزل لتحت لحتى نبلش نعبي المي. لؤي بدي اعطيك اياها ما بعرف زدت الزيت. اه ليكم حبيبي اوكي رح نسحب لندخل لجوا. يا جماعه هاي هون غرفه نوم وليكو شو في بايدي. اوكي بما انه هاي المي اللي عم نعبيها هي من الخزان، لا ما من الخزان، لا هاي مي رئيسيه، مي رئيسيه فلهيك بارده كثير، لهيك رح نعبي لهم مي سخنه حرام يعني شوي 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 بس هيك ندفيها المي شوي يعني شيء انه لازم يبردوا شوي. عدوا لي كم طنجرة مي سخنة رح حط، اوكي؟ اكتبوا لي. مو معقول تعبنا نحن ومنعبي؟ كثير كثير تعبنا. تخيلي قالت تعبنا من تحت شو بصير؟ شو لا ما بصير بس المي بلشت تمشي من تحته ها؟ لا بلشت المي بلشت تمشي من تحتي يا رام خس بلشت قالت تخيلوا قال المي تنزل هيك رواق والله خرج انا انزل بهالمي. اوكي صرنا معبئين كم طنجره سخنه؟ لؤي نعم كم طنجره سخنه صرنا معبئين؟ والله ما عديت انا. عدوا انتم اوكي اكتبوا لنا. المشكله هلا اذا بيمروا من قدام البيت بيشوفونا بيشوفوا كل شيء بننفضح. والله العظيم ما عم بتخيل انه نحن عم نعمل هيك شيء، وكمان ما عم صدق انه لؤي قد ايه بيسايرني على هي الامور، يعني والله غير يا دب والله غير واحد ما بيقبل بيقول لي شو هالفكره المجنونه، هو لما قلت له قال لي اوكي شو بدك يعني انا اعمل له طلب المسبح او طلب المسبح، يعني صار الموضوع جدي ف اي لاف يو. المي يعني انا على بالي شوفها سخنه المي لحتى ارتاح شوي. ما في ما انا سخنه بعرف ما بعرف تقريبا وصلنا للنص. كل هذا النص؟ ايه يعني النص اللي بدنا اياه هو مو نص المسبح، النص اللي بدنا اياه. شو جايب تيلي معي؟ هدايا؟ ورجيني ورجيني كشفتك والله كشفتك ورجيني بسرعه. ايه انا كمان والله اكتبوا لي تعليم كم طنجره حطيت وانا كم طنجره، لانه واضح عليك التعب حياتي. اوكي واخيرا واخيرا ليكوا المي قد ايه صارت؟ بس يعني منيحه وان شاء الله بس ما ينكب لبرا. اوكي حاج مي، هلا اللي رح نعمله انه رح نفكر التخت نمده وكانه يصير تخت عادي. التخت عادي ونقول له انه نحن جايبين فرشه جديده تعالوا تجربوها اذا منيحه او لا، اوكي؟ تمام، وفرشه من النوع الفاخر بتكون فاخر على الاخر لكن هي ارخص نوع فرشه وهي افخر نوع فرشه افخر لكن ميتة منا وفيها. اوكي هلا قررنا نحط الحرام اوكي ونسكره على اساس ما في شيء تمام. كفك لؤي اذا تعبى مي ما بقى بيصير المقلب يا رب اذا تعبى مي ما بقى. انا صار لي اسبوع عم ناقش معك هالموضوع وانت ما عم تستوعبي اللي عم لك يا لونا بدي ينزل من المي. ما رح ينزل من المي حط اتكل على الله. المشكلة إذا تعبى مي راح كل المقلب، يعني لازم نجيب واحد تاني هلا. هون 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 قدام الشيء عمهل بلا تقالي والله عمهل عادي ما عمهل ثبت بطريقة ما بعرف شو بس ثبت يلي راح يصير إنه راح يدخلوا على الغرفة مغمضين عيونهم رح نقول لهم قعدوا على التخت لأنه في شيء ما طبيعي هون وراي تمام؟ لؤي روح جيبهم يلا شو ما كانوا عم يعملوا؟ يلا اوكي لؤي راح وتركني لحتى يروح يجيب آلين وجورجيو تمام؟ بس شوفوا شو صار؟ شو بدي اعمل بهالكاسه اللي صارت وقع الحرام لتحت وكلها تعبت مي؟
جاد ما بعرف شو ممكن اعمل بس رح نحاول بوقت المقلب ما يشوفوا التخت هذا اكثر شيء فيني اعمله ما فيني اعمل اكثر من هيك هلا لحالي فاول شيء رح نبلش المقلب بجورجيا اوكي فرح انطرهم ليجوا لؤي الو حدا سامعنا لا لؤي صار شيء كارثي الحرام تعبى مي برافو يعني خلص ما نخليه ما يشوفه اوكي يلا باي باي حبيبي باي وين صرتوا ليك ما نطلع جاي يلا اوكي قلون مامي ان شاء الله الف مبروك المقلب استلف عن ان شاء الله يكون حلو الفكره انه في حرام تاني بس من هيدا المقاس في عنا اثنين بس اوكي والمشكله اذا روحتهم اثنيناتهم هلا فما فيني اعمل مقلب بالشخص الثاني عرفتوا فلازم نبلش المقلب هيك وبالشخص الثاني منغير الحرام فهمتوا كيف فلهيك ما فيني احط هلا بديل لانه بصير فيني اعمل مقلب واحد بس ما فيني اعمل اثنين ايش اقول لك الكارثه اللي صار والله قلت له طب ليك ليك لقيت حرامات هيك شراحه لا خلي هيدا اوكي يلا 2 hours later. اوكي ليك التخت كيف صار؟ بس بكل الاحوال رح كون مغمضة عيونه هو مفكر فيه مفاجأة حرام. غمض عيونك جورجي. انا غمضت. ايه لازم تضل مغمض، غمض منيح بليز. انت بتعرف انه انت بغرفتك الجديدة صح؟ ايه. اوكي. صارت الغرفة الجديدة؟ هلا يعني بدها شوي، بتعرف ماما. انك لا لا وقف هيك قدام التخت، وقف. اوسكار بعد. بعد اوسكار. اوكي. بس ما بتغير تخت طيب اوكي هيدا تختنا ليه هلا بدك تفتح عيونك فتح طلع ما تطلع شيء طلع طلع عليه ليه هلا بدي منك شغله ضل عم تطلع عليه اوكي وانت بتعرف حالك بغرفتك ايه مظبوط صح طيب بدي هلا هيك بدي احكي لك مفاجاه بس اول شيء بدك هيك تسترخي وتتشطح واحكي لك يا عنهم تشطح اوكي يلا 3 2 1 لا لا حلوة يا أخي خدتوني وخليتوني وأحبون وصح راح أموت يا عم لا تحكم كمان دخلت ودخلت خليني كمل دخلتي شو رح تعمل فيكم هلا؟ بربك ما حلو المقلب كثير جرب لا لو اي منعصرهم تما يعني عرفها هاد ايدك هاد بطلع بطلع بدخل كلي تحت لا لا بس نعمل مقلب بقالي او هيك تشطح هيك هيك بالارض يلا اوكي اللي رح يصير انه هلا جوز رح يتشطح عم تغوص مقلب يا عصور حالك بشرفك قد ايه حلو انه اهلك من ثاني قد ايه حلو كثير شو بدي اعمل؟ عصرها اسرع على الحمار هلا شغله بشكر ربي لاهلي هيك لو اهلي لو ما هيك كنت كثير مليت بحياتي يلا شو صار اه واحد اثنين ثلاثة شو عملوا؟ بعد اسرع حرام يا لؤي اوكي هلا يلي رح نعمله رح نحط غطا جديد اوكي وهيدا المسبح وهيدا جوج هون صوتك ما يطلع اوكي يا جماعه هي الجوله الثانيه هلا جوجي متخبي هنيك المسبح هون تعالين هون بس اجيب اختي هي ناطره مفكره عن جد في مفاجاه الله يستر ما تفكر انه جوزها جاي انا عم نعمل وانا يلا زلي زلي تعي تعي يلا جينا يلا سلام لا لا غمضي غمضي والله والله هي بتعرف حالها وين شوي بس طيب اوكي في مفاجاه صغيره لك اوكي عملتها من شوي مع جروج وهلا بدي خبرك اياها هلا الك اوكي وين جوز صح هلا بتشوفي اول شيء تقعدي على التخت اوكي هلا على التخت بيكابو شو هذا يا جوجي؟ أبطلك. أبطلك.
كيف؟ جنان ما صدقتوا انتم، ما في عقل راسكم. بإشي ما عملتوه؟ لا لا هيدا بإشي ما عملتوه؟ في لسه كم شغله ما له المرة الجاية زدتوا المقلبين بالمسبح. كيف بشرفكم المقلب؟ يا لك ما بقى انت شبك ما بقى تعرفي تحكي. من وراء الكواليس انا يا حبيب قلبي. يلا صوريني انا عم زد حالي عليهم.